السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا في كل مكان في حلقة جديدة من برنامجكم ستات.com. حلقتنا النهاردة حلقة مميزة جدا، ويمكن من النادر ان ممكن يكون اتعرضت حاجة عنها على التلفزيون او على السوشيال ميديا غير مؤخرا بدأ تسليط الضوء عليها، وهي حالات اضطراب الـ ADHD. اكيد شفتوا بعض منكم يمكن شاف على السوشيال ميديا، كان مسلسل خلي بالك من زيدي عامل شويه جدل وقلق باكتشاف حالات في الاطفال وكمان في الكبار فيهم اضطراب، واكتشفنا انه الاضطراب ده بيسمى بالـ ADHD. كنا بنتعامل مع الأطفال دول على إنهم مضطربين نفسيا أو ممكن يكونوا معقدين أو انفعالاتهم أوفر، أو ما كناش بنكون فاهمين قوي هم ليه بيتصرفوا كده، وما كناش أصلا بنعرف إنه المشكلة دي هل ليها علاج ولا لا. هنعرف أكتر عن حالة اضطراب الـ ADHD مع ضيفتي الجميلة اللي منوراني النهاردة، الدكتورة هينار عادل، مدرس مساعد كلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة وعضو البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة. أهلا بحضرتك. أهلا بيكي يا أستاذة. منوراني. منورة الدنيا، منورة بيكي والله. أنا عايزة أقول لك إن الموضوع أنا نفسي مستمتعة جدا جدا إن أول حلقة ليا في البرنامج تكون عن الموضوع ده، لانه انا كنت بشوف حالات كتير جدا حواليا من النماذج دي، بس ما كنتش بكون متخيله بصراحه، يعني يمكن دي اول مره اصلا نسمع عن ان في حاجه اسمها اضطراب الـ ADHD، فعايزين نعرف اكتر عن الموضوع. انا حابه اتكلم كمان في مساله التناول الاعلامي الاخير للموضوع. بالظبط. كانت جنى بنت عمرو دياب طلعت من كام يوم بتكتب للمدرسه بتاعتها حاجه كده انها بتلوم عليها ان هي ما ادتلهاش فرصه انها تنمو او ادتلها فرصه انها تعبر عن نفسها في الفصل يعني. كانوا دايما بتقول ان هم بيقولوا عليها غبيه او انها ما مش عارفه تحصل او عندها صعوبه تعلم. سرشت بقى، قلت اشوف مين كمان في المشاهير ممكن يكون عنده الاضطراب ده. كان عندي شغف بصراحه. لقيت ويل سميث كان بيتكلم في لقاء قبل كده ان عنده كان عنده الاضطراب ده، وكان مش بيعرف يركز في مكانه منه. لقيت كمان جيم كيري. جيم كيري اصلا الحركه بتاعته تحسي ان هو فعلا، يعني لما تفهمي الحركات بتاعته والحاجات اللي كان بيعملها تحسي ان هو فعلا هو كان مضطرب بدرجه الحركات والانفعالات وسرعه الحركه وكده. بس هو طبعا عرف يوظف الحاجات دي في شغله ويبقى ناجح. بالظبط. علشان نعرف اكتر عن الاضطراب انا جبت فيديو انيميشن صغير كده، ممكن نشوفه دلوقتي ونعلق عليه نشوف ايه وضع الاضطراب ده عند الاطفال. الفيديو جاهز معانا؟ الطفل ده عنده ADHD، بس هنلاقيه عنده بس نقص انتباه. هنلاقيه يعني هو مش فاهم الكلام اللي في الورقة، فبدأ يعملها مركب وهيديها للمدرس، فطبعا حاجة مستفزة يعني جدا. هيتعرض الطفل كمان لمواقف كتير جدا. يعني هما بيلعبوا، هو مش عارف يلعب زيهم، فهو بيلجأ لحاجة تانية. هنلاقيه بيعمل بالطينة اللي في البلاي جراوند حاجة شكل زي الإنسان اهو زي ما انت شايفة كده. الفيديو ده لفت انتباهنا ان هم مش مفقود منهم الأمل زي ما احنا فاهمين او زي ما ممكن الآباء يبقوا متخيلين. هما ممكن يكون موهوبين. عندهم مواهب وقدرات، بس في اتجاه تاني احنا مش بنبقى شايفين. هنا في اللي بيكتب، طبعا احنا متخيلين هو بيكتب دلوقتي حاجه ورا المدرس. هنتفاجئ ان هو كتب في الكراسه بتاعته كلها رسمه فيل بينط الحبل. هيلف الكراسه هيلاقي الفيل، بصي بينط الحبل والكاب بتاعه بينط معاه. جميل. كمان هيتعرض لموقف تاني. هما هنا زمايله مستنيين الباص عشان يروحوا، هو فقط
تركيزه تماما ونسى موضوع الباص خالص، وهيتعرض لمشكله ان هو خلاص الباص عدى، لان هو انشغل بحاجه تانية. الباص هيعدي ويسيبه، هنشوف دلوقتي. انشغل بالورده اللي طالعه في الارض، تفاصيل بسيطه جدا ممكن يعني الشخص العادي ما مش هياخد باله من بالظبط. هو من الحاجات اللي بتورينا ان عنده موهبه برضو، ان هو هياخد الورد، الورد ده يعمل بيه طوق ويحطه على راسه في الوقت، او بيعمل الطوق دلوقتي في الوقت اللي زمايله ركبوا الباص ومشيوا. طبعا فرحان جدا بالطوق اللي حطه على راسه، لكن مفيش باص خلاص. هيبدأ يكلم باباه علشان يحاول يجي بقى ينقذه من الموقف اللي هو فيه يعني. بس هما اساسي في حالات الاي دي اتش دي، حاله التشويش اللي بتكون موجوده عندهم دي هي دي الاساسيه. لا في كذا تصنيف هنتكلم عليهم دلوقتي. احنا شايفين دلوقتي وقع الموبايل، ويعني من طبعا تشتت انتباهه، مش مركز، حاول يرن على والده وبدا يبكي وحاسس طبعا هو لوحده في الشارع والدنيا بتشتي عليه وطفل صغير. بتكون مشاعرهم اكتر حساسيه عن الاطفال العاديين ولا بيبقوا حساسين جدا؟ هنتكلم في الموضوع ده. والده هيجي على فكره هنا. جميل جدا ان بيظهر كمان ان هيجي باباه يركبه على العجله ويمشي بيه. ففكره احتواء الطفل اللي عنده ADHD، الفيديو انا اخترته بعنايه بصراحه وسط فيديوهات كتير، وانا بحب الانيميشن بيفهم اكتر بالظبط. فهياخده ويمشي بيه. فالفيديو هنا خلاص كده هو خلص، ده كده بيتعاد. الفيديو هنا يعني وضح لنا حاجات كتير قوي، زي ان هو عنده موهبه، صحيح هو مش مركز بس موهوب. فكره ان هو يعمل الطوق الورد ده صحيح بينسى حاجات، بس هو عنده فعلا موهبه. كطفل ان هو يعمل ده من نفسه دي حاجه برضو قدره كويسه جدا. جميل. وكمان فكره احتواء الاباء او علاقتهم الجيده بالطفل دي بتفرق جدا في اي اضطراب اصلا. اكيد. طيب خلينا بقى في الاول نعرف اصلا يعني ايه مصطلح الـ ADHD، جه منين؟ الـ ADHD دي attention، اختصارات الـ A attention deficit يعني عجز الانتباه، and hyperactivity disorder اضطراب عجز الانتباه وفرط الحركه. الاضطراب ده بيبقى فيه ثلاث انواع. هو اضطراب نمائي زيه زي التوحد، في ان هو بيستمر مع الانسان لكن هو مختلف عن التوحد. اكيد. لا هو مش توحد، بس هي الفكره ان هما اضطرابات نمائيه. الاثنين اضطرابات، تصنيفهم اضطرابات نمائيه. تمام. الـ ADHD بيبقى فيه ثلاث انواع. النوع اللي احنا شفناه في الفيديو اللي هو عنده عجز انتباه او مش قادر ينتبه، وده بيبقى هادي يعني مش بيبقى متشتت او بيفرك زي ما بيقولوا. في نوع تاني بيبقى عنده فرط حركه بس ما عندوش مشكله في الانتباه او التركيز. وفي نوع مركب بقى بيبقى جامع بين الاثنين. طبعا زي ما قلت لك هما بيبقى عندهم مواهب كتير جدا، ودي حاجه ما تخليناش نفقد الامل ابدا في وجود طفل زي ده عندنا في بيتنا او في اسرتنا. تمام. طيب انا اقدر افرق ما بين الطفل العادي والطفل اللي عنده حاله الاضطراب دي، افرق ازاي؟ تمام. هو الطفل العادي والطفل اللي عنده اضطراب، هنتكلم موضوع طبي شوية علشان يبقى التفرقة واضحة. في أبحاث اتعملت، الموضوع الـ ADHD موجود من زمان يعني، يمكن علشان التناول الإعلامي ليه بقى فوكس قوي عليه، إنما هو موجود من زمان والأبحاث عليه من سنة 80 ومن قبلها. الابحاث، في ابحاث طبيه اتعملت علشان يشوفوا تشريح المخ بتاع الطفل اللي عنده ADHD والطفل الطبيعي. لقوا ثلاث حاجات مميزه قوي بتبين لنا ان في فروق. يعني مثلا هنلاقي ان حجم المخ اصلا بتاع الطفل اللي عنده ADHD اقل في الحجم من حجم المخ بتاع الطفل الطبيعي. ودي نقطه فارقه جدا. كمان في تحت القشره المخيه
في منطقة اسمها المنطقة الرمادية في الدماغ. القشرة المخية دي تحتها حاجة، دي فيها الأجسام بتاعت الخلايا العصبية. برضو الدراسات قالت إن الأجسام دي أو المنطقة الرمادية دي بتبقى منحسرة شوية عند الأطفال الـ ADHD أو أقل في الحجم من الأطفال العاديين. فرق تالت إن في جزء اسمه الفص الصدغي الجبهي. الجزء ده بيبقى فيه حاجة زي بتعمل زي فرامل كده لبعض الوظائف بتاعت المخ، زي ان الواحد مثلا يندفع في حاجة او انتباهه يتشتت. الفرامل دي ممكن نقول انها مش شغالة بكفاءة عند الاطفال، عشان كده بتخليهم يكونوا يا اما مندفعين او يتشتتوا او يتصرفوا بعشوائية زيادة عن الاطفال الطبيعية. صح، مظبوط، تمام. طيب ده التشريح الطبي، صح كده؟ تمام. طيب اقدر برضو افرق ما بين الطفل اللي عنده حالة الاضطراب دي من الطفل العادي، انا كحد عادي خالص من غير تشريح ومن غير، عشان يعني الامهات الماميز الغلابه يبقوا عارفين. انا يعني في ناس برضو ممكن يكونوا ما شافوش المسلسل، فبالتالي ما يكونش برضو لسه عندهم خلفيه، فيعرفوا مننا النهارده اقدر ازاي افرق ما بين انه ابني او بنتي عندها حاله الاضطراب دي او لا، او هو مجرد شقاوه عاديه، عشان برضو ما يحصلش خلط بين الامور. كل الاطفال الاشقياء نقول عليهم انهم عندهم الحاله دي. تمام. هو ال ADHD اولا بعد ما تسلط عليه الضوء زي ما بحكي لك، هنلاقي اي طفل شقي ممكن اي حد موجود يوصمه بان هو ADHD. فاللي هو بنحط يعني بنرمي قنبله على العيله، انتوا عندكم مشكله. لا، مش اي حد عادي ممكن يشخص ADHD. علشان نبقى يعني فير في الموضوع، التشخيص بتاعي لازم يبقى من حد متخصص. تمام. لازم يبقى عندي بقى حاجات كتير عشان اشخص بيها، زي مثلا الدي اس ام 5، ده اسمه الدليل التشخيصي الاحصائي الخامس، ده حاجه عالميه صادره عن الجمعيه الامريكيه للاطباء النفسيين. ده في توصيف كده للأعراض بتاعت الاضطرابات، اكتئاب والتوحد والاي دي اتش دي بالتفصيل كده. احنا عندنا عنده واحد، عنده اتنين، عنده تلاتة بالتدريج. كمان ده بنلجأ له طبعا اكيد في التشخيص. حاجة تانية، انا كحد اخصائي لازم الاحظ الطفل ده قدامي، وطبعا عين الاخصائي غير عين الحد العادي. الام بتفهم والام بتبقى شايفه، بس هي ما بتبقاش فاهمه مدركه الموضوع ماشي ازاي. ممكن نطلب من الام كمان علشان تساعدني انها مثلا تصور الطفل فيديوهات، مثلا 6 فيديوهات، كل فيديو 5 دقايق كده، في مواقف تفاعل مختلفه هو بيعمل ايه، وانا اشوفها برضو جنب ملاحظتي جنب الدليل التشخيصي. حاجة كمان لازم ناخد بالنا منها، ما ينفعش تماما نشخص حد ADHD قبل 7 سنين، لأن قبل 7 سنين بتبقى فترة نمو. الأطفال بتتشاقى وبتنمو وبتكبر، يعني الشقاوة دي جزء من نموها أساسا. ما ينفعش نتكلم ونقول لا ده شقي ده عنده ADHD. حاجة كمان بنعملها، بنعمل نشوف الطفل في بيئتين مختلفتين. يعني مثلا في بيئة البيت وبيئة المدرسة. ما هو ممكن يكون مثلا شايف ان البيت مثلا مضايقينه، فهو بيتعفرت عليهم ويضايقهم وكده، وفي المدرسة عادي، في المدرسة تحصيله كويس، في المدرسة ما عندوش مشاكل. ممكن العكس، في البيت يبقى كويس وفي المدرسة نطلع عليهم. بالظبط، فهماني؟ كمان بنعمل اختبار او بنطبق مقاييس بقى نفسيه، زي اختبار اسمه كونرز. ده بنطبق منه برضو نسخه على الام ونسخه على المدرسه او المعلمه. بنشوف بقى الحاجات اللي عنده، المشاكل السلوكيه، بنشوف بيقطم ضوافره، عدواني. انا عايزه اقول لك الطفل والله بتاع الاي دي اتش دي ده ان بيصعب عليا، ممكن هو اندفاعيته وعدوانيته دي طبعا هي مش كده، مش فكره اذى النفس بس،
انما لو حد جه مثلا يضربه هو انت مش هتلاقيه بنفس الاندفاع، ممكن ينزوي كده ويجي على جنب كده ويبقى خايف، فاهم يعني؟ هو ما بيقدرش اصلا ان هو يدافع عن نفسه، هو بس بيزق في الاول كده. بنشوف بقى الحاجات دي، بنمشي في عبارات معاهم، بناخد الدرجات اللي قالتها اللي بتاعت مقياس الام ودرجات بتاعت مقياس المعلمه ونجمعهم على بعض ونجيب المتوسط. بعد ما نجيب المتوسط نبدا نصنف بقى مع الملاحظات والكده، والله انا عندي ده عنده او ما عندوش اصلا، وعنده بقى بدرجه ايه، مثلا سيفير ولا متوسطه ولا اقل. حاجه كمان باخد من الام حاجه اسمها تاريخ الحاله عن الطفل، يعني مثلا شكل الحمل بتاعه كان ايه، الولاده كانت متعسره ولا كويسه، حد من اهله كان بيتصرف نفس التصرفات وهو صغير، اللي هو لو في حد عنده اصلا ADHD زمان عندهم هم مش عارفين او مش ما كانوش مدركين الحاله نفسها. الموضوع ده. فهي حاجات كتير جدا انا بستخدمها عشان اشخص بيها، ما ينفعش ارمي طفل جزافا كده انت عندك كذا، ما ينفعش تماما. تمام، ايه الالارم اللي يخليني انا كأم اخد بالي انه ابني ابدا ادور على متخصص علشان يقول لي ده هو فعلا عنده حاله الاضطراب دي او لا؟ هو بيبقى في مشاكل كتير قوي يعني الام ما بتبقاش بتقدر تهندلها خالص، مشاكل لما تخرج بيه مثلا برا البيت، مشاكل جوه البيت مع الاخوات، فوق الطبيعي، فوق الطبيعي يعني ما يتسابش شويه غير اه يا دكتور، احنا يعني هنا في مصر في عندنا اطفال صعبين جدا في التعامل، مش شرط ان يكون عندهم الحاله دي. يعني انا متاكده ان اغلب الامهات دلوقتي بقت قاعده بتبص لابنها انت ايه دي انت دي انت عندك حاله اضطراب خلاص يعني. هو بس فعلا في اطفال بيكونوا يعني، هو ربنا يحميهم يا رب ويحفظهم، هم اشقياء بالفطره او يمكن ذكاء زياده، فبتلاقيه ان هو طول الوقت عنده باور وعايز ومتكلم وعايز يلعب وعايز يكسر وعايز. فانا افرق ازاي؟ انا كأم افرق ازاي؟ ممكن يبقى درجه، ممكن يبقى درجه من درجات الاي اتش دي. الاي دي اتش دي احنا لسه متكلمين ان هو ممكن يبقى عنده حاجه بسيطه، ممكن مع الوقت الدنيا تظبط، مش حاجه قويه ممكن توصل معايا لحاجه مسارات تفاقميه بعد كده، فاهماني؟ تمام. طيب الاطفال دول نسبتهم في مصر او في العالم كله كبيره ولا بسيطه؟ يعني لما اكتشفتوا حالة الاضطراب دي لقيتوا انه النسبة كبيرة؟ هو بصي لو جينا اتكلمنا عن الموضوع بشكل عالميا يعني هنلاقي ان كانوا عملوا مسح في امريكا كان بيتكلم عن بيشوف بقى فعلا تشخيص حقيقي للـ ADHD او الاضطراب ده عند الاطفال، لقوا نسبة مرعبة اصلا ورقم فظيع، كان 4.5 مليون طفل متشخصين ADHD ونسبتهم تقريبا من الولايات المتحدة كانت حوالي 7.8%. لو جينا اتكلمنا بشكل عالمي وعلمي برضو في نفس الوقت هنلاقي ان الـ DSM-5 اللي انا اتكلمت معاكي فيه ده بيقول ان الـ الاطفال دول في النسبه العالميه اخذ عينه من كل الثقافات يعني عشان يبقى الموضوع جلوبال اكتر، قال ان النسبه في الاطفال بتبقى 5% من كل الثقافات، اما بالنسبه للبالغين بتبقى 2.5% من البالغين. كمان في دراسه قريبه اتعملت السنه اللي فاتت على طول قالت ان النسبه بتزيد، يعني هي اصلا كبيره وبتزيد، فوصلت النسبه تقريبا لدرجه 7.1% من برضو من الثقافات كنسبه عالميه. فطبعا دي حاجه مقلقه جدا ان النسبه دي بتزيد، والموضوع محتاج مننا اصلا ان احنا يبقى علينا اهتمام اكبر بالفئه دي، نفهم كمان اولياء الامور، نفهم المدرسين طبيعه الاضطراب ازاي يتعاملوا فيه، علشان الموضوع ما يبقاش بالنسبه لهم شقاوه او تاخر دراسي او
يبقى ليه كذا تصنيفات فهماني، من غير ما يبقى ليه يعني تايتل فعلا يكون مفهوم ويكون ليه خطوات نقدر نعالجه من خلاله او نقدر نظبطه من خلاله. أكيد. طيب إيه المشكلات السلوكية اللي ممكن تقابلنا مع الأطفال دول تحديدا؟ بصي، هو في مشكلات ليها علاقة أصلا بالاضطراب، وفي مشكلات يعني بتيجي بقى بعده. يعني هو مثلا كطفل مضطرب عنده ADHD هنلاقي بقى فكرة بتاعت تشتت الانتباه أو إن هو مش منتبه. على لسان الأمهات بتقول أنا ابني نساي جدا، نساي، بينسى إيه حضرتك؟ بينسى شنطة المدرسة بتاعته توتال كده وما يعرفش حطها فين، خلاص هو بيرجع من شنطة المدرسة وما فيش. تمام يا دكتور، احنا هنكمل كلامنا عن المشكلات السلوكية بس بعد ما ناخد الاتصال التليفوني. معانا سارة. السلام عليكم. وعليكم السلام. صباح الخير، كنت عايزة أشارك وأسأل سؤال ممكن؟ اتفضلي. أنا معايا بنتي الكبيرة عندها 7 سنين، عندها سرط الحركة ده، يعني اللي حواليا يعني والدتي وقرايبي أخدوا بالهم إن هي اللي هي بتتحرك كتير، بس أنا برضه عايزة أفهم إيه هو سرط الحركة؟ وعايزه اعرف هو ده عندها اللي هو بتشاء كتير قوي، ما بتقعدش اللي هي ما بتلمسش، يا بنتي اقعدي كده جنب سكه حلوه وتجيب حاجه حلوه، لا ما بتقعدش، تفضل تتحرك وتسلم ده، وبتلاقي ناس كتير ما بتسكتش خالص، ما بتفصلش لا عن الحركه ولا عن الكلام. تمام، حضرتك عايزه تسالي اي سؤال؟ لا شكرا. تمام، الدكتور هترد على حضرتك نفس اللي كنت بقول لحضرتك عليه. هو زي ما سبق واتكلمت، احنا ما ينفعش نقول على الطفل جزافا كده ان هو عنده ADHD او عنده فرط حركة، بس لازم نمشي في الخطوات بتاعة التشخيص كويس جدا، ولازم اللي شخص حد متخصص. طب هو طبيعي اصلا تابع مع طبيب. الاطفال في السن في يعني مثلا من سن كام لسن كام اقدر اقول انه ده باور عشان بدا يتحرك او علشان ان هو عنده طاقه زياده؟ ما حللهوش على انه فرط حركه اصلا من البدايه. انا عايزه اقول لك كمان في دراسات قالت ان احنا مش هنبدا من عند 7 سنين، احنا هنقول ان بيصاب بالطفل قبل 12 سنه، يعني كمان وسعوا مدى ان ممكن يبقى فيه حركه زياده لحد قبل 12 سنه، علشان برضو الموضوع ما تبقاش وصمه انا برميها على الطفل. وزي ما الاستاذه ساره مشكوره بتتكلم ان بنتها بتتكلم كتير، ويمكن دي ملامح من الموضوع حقيقي يعني، لكن ما نقدرش برضو نطلق عليها انها عندها ADHD او عندها نوع من انواع ADHD اللي هو فرط الحركه، غير لما نشوف الموضوع بقى جمله، نشوف المعلمه بتقول عليها ايه في المدرسه، هل البنت مستواها كويس دراسيا ولا هي برضو مش منتبهه. تمام، هل بتقعد في الفصل تعمل مشاكل مثلا، بتجري تشد البنوته دي مثلا، عامله جو في الفصل بيخلي زمايلها مش منتبهين. يعني في كذا حاجه ممكن احنا من خلالها نشخص، انما ما ينفعش لمجرد وجود عرض من الاعراض او حاجه شقاوه بتاع ما نبدا نقول ده كذا. تمام، احنا معانا برضو اتصال تليفوني تاني، وبرضو استاذه ساره. استاذه ساره سامعانا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك؟ كل سنة وحضرتكم طيبين. وحضرتك طيبة وبخير. لو سمحت دكتورة، أنا ابني عنده 2 سنين بس ما شاء الله، يعني لاحظة إن هو تركيزه كويس، ويعني لو الأرقام والحروف والحاجات دي بيلقطها بسرعة. ما شاء الله. كويس. ففي أطفال كتير بيبقوا كده هم صغيرين، بس لما بيكبروا الحتة دي بتروح من عندهم. كنت عايز أسأل حضرتك إزاي أحافظ على المستوى ده وأنا ألميه عند طفلي؟ ربنا يحفظه لك يا رب ويحميه يا رب. ربنا يبارك فيك يا رب. ماشي، بشكرك جدا. هو ده بره الموضوع بتاع الحلقه، بس الاطفال اصلا وهم صغيرين، انا عايزه اقول لك احنا ممكن نبدا مع الطفل من وهو جنين اساسا. يعني الام وهي حامل تغني له، تحكي له قصص، ابحاث كتير عن ده حاجه عن وهم ده. بيفرق جدا الام تبقى يعني ام حامل او ست حامل سعيده، تحاول على قد ما تقدر يعني. فكره كمان ان الطفل يكبر ذكائه كويس، على فكره العوامل البيئيه
احنا بجد استاذه ساره عندها حق فعلا، ممكن يعني مستوى ذكاء الطفل يبقى مظبوط بس العوامل البيئيه تبوظ الدنيا خالص. هو كده ما شاء الله عليه يعني كويس وذكي وكده، احنا محتاجين الطفل ده يبقى فيه تفاعل معاه. الام بتعمل دور جبار، اول 5 سنين دول الام بتعمل دور جبار مع الطفل، ممكن تطلع منه يعني something like Einstein. ده حقيقي. هتعمل ايه؟ هتقرا له قصص، هتعرفه الحاجات اللي حواليه. انت عارفه هي طول الوقت اولا طبعا تبعد عنه الحاجات التابلتس والحاجات دي، بيبقى ليها وقت سن سنتين ده ما يشوفش مثلا اكتر من ليه الاعمار، في جدول كده في الاعمار وفي كل عمر بيقعد قد ايه او يقعد على التابلت او الاغاني او الحاجات دي قد ايه. توريه كمان حاجات مفيده، عارفة الأغنيات والحاجات دي بتنمي لغة عند الطفل. عارفة في أطفال بتبقى توصل لسن 4 سنين الكلام بتاعها مكسر، ده حقيقي. فهي ممكن انت عارفة ترغي معاه، واحنا هنعمل كذا، هنطبخ كذا، شايف ده مثلا ده كمون، ده هنحطه مش عارفة ايه، تخليه طول الوقت في تفاعل بينه وبين البيئة اللي حواليه وتفاعل بينه وبينها. فكرة ان احنا نقرا للطفل قصص قبل ما ينام دي فكرة تقريبا مندثرة. يعني ليه ما بنقراش للطفل قصص قبل ما ينام؟ هي حاجة جميلة اصلا، يعني حتى هو ينام وهو يعني انا معتقد انه عقله الباطن ممكن انه يحلم اصلا باللي انت حكيتيه. بالظبط بالظبط، انا بنتي بحكي لها قبل ما تنام قصص، بتصحى تقولي انا حلمت ان في ارنوب اسمه، يعني فاهمه بيبقى في استرسال في الحلم، بنعمل لهم خيال، بنعمل لهم ابداع، بنخليهم اطفال فعلا مبدعين. تجيب لها بازلات، تجيب له بازلات بس على حسب سنه، يعني هو عنده 2 سنين ممكن تجيب له بازل مثلا الخشب ده مكون من قطعتين يركبه 3 قطع. فهي في وسائل كتير جدا ممكن تنمي بيها الطفل ده. المفروض ده اللي نعمله مع كل اطفال اساسا، يعني دي مش حاجه استثنائيه ان احنا نجيب لهم بازلات ونتكلم معاهم ونغني معاهم نحكي لهم قصص، الحاجات دي المفروض انها العادي. علشان كمان تنمي ابداعه ممكن تعمل معاه الحاجات بتاعت الكرافتس دي. تشوف على اليوتيوب مثلا النهارده هنعمل بالفوم عصفوره مثلا. النهارده هنعمل كذا ونقص بالمقص وتساعد ايده وتمسك ايده. انت عارفه حتى مسكه المقص وان هو يلف بالمقص ده بينمي العضلات الدقيقه بتاعت الايدين. اي حاجه بتعمليها مع الطفل بتفرق كتير. يعني لو حركه عاديه كده بتفرق، بقول لك يعني مسكه المقص، لفه المقص كده، هو مثلا يقص حاجه. يعني في اطفال احنا علشان ننمي العضلات الدقيقه وننمي التركيز والانتباه بتاعها بنعمل لها مثلا خط زجزاج كده، امشي عليه بالمقص يا حبيبي. فيمشي عليه بالمقص، هو عارف ان هو هيمشي كده وهيمشي كده، فبيبدا يركز انتباهه في الحاجه دي. في مهارات كتير قوي ممكن تكسبيها للطفل من هو صغير، وبتبقى فرصه هايله. يعني هي جميل انها تبدا مع ابنها في السن ده، وجميل انها عندها هي وعي على فكره. يعني كويس ان هي تسال السؤال ده، يعني هي اخده بالها ان ابنها اصلا عنده الذكاء ده، ربنا يحميه. ما شاء الله. بس برضو احنا ممكن يعني ده برضو هيبقى محتاج حلقه لوحده، ان احنا نوعي الامهات عموما من اول يوم ما تكتشف فيه ان هي هتكون مامي، فازاي تتعامل. لان انا فعلا قريت دراسات انا عشت التجربه دي، يعني انا كنت بتعامل مع ابني من وهو لسه في بطني، وكنت بغني له، كنت بسمعه الميوزك، بحكي له، بفضفض معاه. انا عايزه اقول لك ان حاليا يعني علاقه جميله، ابني 6 سنين والعلاقه ما بيني وما بينه اللي هو يعني مش عايزه اقول لك، حتى لما كان مثلا كان لسه 3 شهور كنت بلاقي ابني لما اشغل الميوزك اللي كنت بشغلها له وهو في بطني بيفرح. مش يا ريت بيفرح، هو كان لسه 3 شهور بيحرك ايده ويحرك رجله، الاقيه بيرقص ويتفاعل معايا كانه مدرك. كان في اغنيه معينه لتامر حسني كنت بسمعها في التوقيت ده كانت طالعه يعني، فلما كان يعيط والله كان لما اشغله الاغنيه دي كان لسه بيبي 2 شهر مثلا، الاقيه يسكت
فهم فعلا فعلا اذكياء، واحنا اللي بنقدر ان احنا يا ننمي ده يا ما نخلوش موجود من اول يوم، فهنعمل حلقة مخصوص عشان انا لا انا حابه اقول لك على انا حاجه بحب كمان الحاجة في الموضوع ده. في اطفال ما بيتمش انها يتم يعني زي ما بتتلمسش اول ما بتتولد او ما بتحسش بدفء اللمسه دي بتموت فعلا، بتتوفى فعلا، او الاطفال دي بتموت لانها ما اتلمستش بشكل جيد او ما حستش بالعطف او ما حستش باللمسه دي. لا بتفرق حاجات كتير جدا، بتفرق مع الاطفال اللي يمكن بعيد عن ادراك الناس. فعلا احنا محتاجين نتكلم عن الموضوع ده في حلقة ان شاء الله. لوحدها كده. طيب انا عايزة ارجع لمدام سارة وبنتها اللي عندها فرط حركة. هي كانت لا ما بتقول، تقوليش عندها فرط حركة، احنا لسه هي قالت ان يعني ملاحظة ان هي عندها فرط حركة حسب شقية شوية. شقي. هي قالت انه بتتكلم كتير، هل اضطراب ال ADHD له علاقة بان هي ممكن تتكلم كتير ولا بيبقى كلامهم قليل؟ والله في الاطفال فعلا بتبقى رغايه جدا، يعني هو بصي برضو احنا ما نقدرش نوصل، يعني انا باكد على الموضوع ده، بس هو موجود ان هو بيتكلم كتير وبيحب يتكلم في مواضيع كتير بعيد عن بعضها ساعات، انما ممكن ده يتفسر مع البنات حاجه تانية، لان البنات اصلا الحصيله اللغويه بتاعتهم اكتر من الاولاد بكتير. فبرضو احنا ما نقدرش نجزم ولا نقدر نوصم طفل، يعني ما ينفعش نشخص بكلمتين بالظبط. طيب عايزه بقى ادخل شويه على حته التعامل ما بين الاب والام والاخوات مع الطفل اللي عنده حاله الاضطراب دي، التعامل بيكون ازاي ونعرف نحتوي الطفل ده ازاي؟ تمام. هو الـ في البدايه اصلا الام هي اللي شايله كل المشاكل في معظم، يعني عمليا على الارض الام هي اللي بتبقى دايما كمان ملامه. يعني في امهات بتيجي مضغوطه جدا بتتكلم بتقول لك انا بيقولوا لي انت ما عرفتيش تربي، انت ما ربيتيش الولد ده ليه؟ طب ما اخواته كويسين، فاهماني؟ فهي طول الوقت حاسه انها ملامه، حاسه انها ما عندهاش كفاءه انها تبقى ام، حاسه بفشلها، مضغوطه جدا مضغوطه جدا، التصرفات بتاعت الطفل بتضغطها جدا، يعني بتخليها اللي هو مش عارفه تتصرف ازاي، لا عارفه تخرج ولا عارفه تقعد في البيت في هدوء. طبعا عبء اجتماعي ان هم مش عارفين، يعني لو طلع مثلا نادي ولا بتاع بيبهدل الاطفال التانيين ويشتمهم ويضربهم وبتاع، بيعمل لها مشاكل، فاهمه؟ ومفيش تفهم اكيد لحالته، ده طفل قليل ادب، فاهماني؟ فهي بيبقى عليها عبء كبير جدا. الاب احيانا بيبقى مشارك، واحيان كتير بيبقى هو دايما في الشغل ودايما بيبقى علشان طبعا الظروف بتاعت الحياه. كمان لو جينا نتكلم عن العلاقه بينهم هنلاقي زي حلقه مفرغه كده. هو طفل مضطرب بيعمل سلوكيات وحشه، هنلاقي الام يعني من ضمن الحاجات اللي كانت ام بتكلمني عليها في المشاكل كانت بتقولي انا ابني بالليل بيدخل التواليت ويطلع بينسى يلبس هدومه، بيطلع بينام عريان. طبعا هي حاجه ممكن، طب ايه بينسى فعلا؟ بتقولي بيعيط لي ويقول لي انا بنسى، فدي حاجه غصب عنه اللي هو مش هيمشي، مش أكيد. هيحب يمشي من أكيد. غير هدوم يعني. فشوفي درجه النسيان واصله معاه لايه، ودي مشكله طبعا قويه. تخيلي واحد نسيان ولا تشتت؟ هو التشتت الانتباه او ان هو مش مركز، ضعف تركيز وتشتت انتباه بيخلي، انا بكلمك على مساله النسيان دي، الجمله اللي بتقولها الام. ايوه تمام. هي بتفسر ده على انه ان هو بينسى، لكن هو في الحقيقه هو تشتت مش مركز. تمام. فهو عنده المشكله دي، هنلاقي ان الام حاسه انها او الام والاب احنا مش معرفناش نربي، احنا مش عارفين نتعامل معاه، عمل لنا مشاكل كتير و و و و، لان هما كمان ما بيبقاش عندهم فهم للفرق بين ان هو عنده عدم كفاءه ما عندوش عدم طاعه. تمام. يعني هو مش بيعاندهم، هو مش عارف،
ودي حاجه لوحدها يعني احنا بنعلمها للاباء ان هم يعرفوا يتعاطفوا مع الطفل، يعرفوا يحطوا نفسهم مكانه، بتفرق كتير قوي. فالمهم هم بكميه الضغوط والمشكلات دي اكيد مش هيتعاملوا مع الطفل تعامل هادي يعني. بيبقى التعامل بتاعهم اجريسيف جدا. كان في ام بتقولي بس ما اعرفش والله هي صرحت كده ازاي كانت بتقول انا حتى بلسعه بالشمع ما بيقعدش، هو طول النهار بيتنطط زي اليويو كده في البيت، انا بلسعه بالشمع ما بيقعدش. فطبعا تفاعل اجريسيف، وهي بتقولي كده والدراسات فعلا بتاكد كده، بتاكد ان التفاعل بينهم والديه سلبيه مش قادرين. طبعا ده هيبوظ علاقه اكتر في المستقبل. انت ده ابنك ده معاكي طول العمر يعني، هيخلي بعد كده في سلوكيات اكتر تبقى اصعب، بيبقى في تفاقم بقى للسلوك، احنا مش بنلم الموضوع احنا بنوسعه. التفاقم السلوك ده هيعمل مشاكل كتير بعد كده. هنلاقي الطفل بعدك يعني في سن مثلا 7 سنين عادي الاعراض بتاعت ال ADHD عادي، بعد كده بيوصل لادمان مثلا. بيوصل لادمان، بيوصل لسلوكيات مضاده للمجتمع، اصلا انا اصلا منبوذ في المجتمع بتاعي. فانا ايه هيبقى رد فعلي ناحيه الناس دي؟ فعلا حتى في المسلسل ما اني كنت بتفرج عليه انا متاثره بيه جدا، كانت زيزي اللي هي بطله المسلسل كانت بتقول انا كان طول الوقت تفسيرها لمعامله بابا وماما تانية مش بيحبوها او ان هم رافضينها، فكان طول الوقت عندها حاله من انه ما حدش بيحبني، يعني اللي هو الاب والام اللي هم الاساس من منبع الحنان او الحب مش رافضينها او مش متقبلينها، فالمجتمع هيقبلها ازاي؟ فاكيد ده هيكبر مع الطفل لحد فهيبقى شايف فعلا ان زي ما حضرتك بتقولي انه ان انا كده كده مرفوض بدايه من اهلي، فبالتالي اكيد المجتمع رافضني. تمام. طيب انا برضو عايزه يعني اركز على حته انه انا احتوي ابني ازاي، يعني مش عايزه برضو حته انه ايه لسه ما صنفتش انه هو عنده حاله اضطراب. عموما في العموم ابني شقي او ابني عنده فرط حركه او ابني بيتكلم كتير بيتحرك كتير، يعني النموذج اللي حضرتك قلتي عليه ده صعب قوي، انه هي وفي نماذج اصعب كمان انا عارفه ده كويس، بس ما ينفعش يعني مرفوض تماما حتى لو هي مضغوطه وحتى لو هي مش عارفه تتعامل، لكن لو هو سلوكه غلط فانت سلوكك غلط اكبر منه، بتربي فيه حاجه اكبر بطريقه غلط، فتحتويه ازاي؟ وعايزه التركيز يكون على الام، لانه زي ما حضرتك قلتي الاب ممكن يشارك بس مهما شارك هو عنده مش هيكون بنفس التأثير للأم. يعني هي فكرة احتواء الطفل أصلا ما تجيش من أم مضغوطة أو أم مهملة بداية، يعني الأم المضغوطة بتبقى هي نفسها مش قادرة تخرج بره الضغط بتاعها ده علشان تدي حاجة للطرف التاني أو الطرف اللي محتاجها. فإحنا بداية أصلا محتاجين نشتغل على الأمهات. يعني مثلا الأم تحاول تعمل حاجة اسمها الأنشطة السارة. بتكلم معاها بشوف إيه الحاجات البسيطة يعني ندرج الأنشطة كده، الحاجات المتاحة تتعمل دلوقتي، الحاجات اللي مثلا لو عايزة سفر لو عايزة إيه أو حاجات بعيدة شوية. فيعني بنسأل نشوف أنت بتحبي تعملي إيه. في ناس على فكرة ما بتقدرش أصلا تقول هي بتحب تعمل إيه. يعني فاهمة من كتر ما هي بتلف في دوائر كتير وفي مسؤوليات كتير هي واقفة، يعني مسألة أنت بتحب تعملي إيه، الحاجة اللي بتسعدك يعني بتدي إيرور أصلا مفيش. طيب خلينا نكمل نقطة الاحتواء من الأم بس بعد الاتصال التليفوني. معانا ليلى. أستاذة ليلى تمام، حاولي اتصلي بينا تاني يا أستاذة ليلى. فكرة إنها مضغوطة ده يعني بيخليها فعلا أنت عارفة زي اللي حد محبوس مش هيقدر ينقذ حد بره القفص، فاهماني؟
فبالتالي احنا بنشتغل على الام الاول انها تفضي الضغوط دي، تشوف حاجات او استراتيجيات عشان تواجه بيها الضغوط اللي بتتعرض ليها دي. انها مثلا تعمل الرياضه، مش لازم تروح جيم وبتاع، لا حاجه بسيطه، حاجه بسيطه في البيت، تسمع اغنيه بتحبها، تقعد في روقان كده تشرب حاجه مثلا قهوه او حاجه بتحبها، تاكل شوكولاته. في ناس اصلا، في واحده قالت لي انا بحب الشوكولاته، بحب يعني مش استمتع بطعم الشوكولاته في بقي كده لفتره، دي حاجه نشاط بيبسطها. فاهماني؟ في انشطه كتير ممكن لو الام حتى ما قدرتش انها تحدد الحاجه اللي هي بتبسطها لوحدها، احنا بنجيب قوائم للانشطه دي، بنقول لها طب ده بيبسطك ده بيبسطك، بس الاول لازم المبادره تبقى من عندها، لان احنا مجرد بنساعد. فاهماني؟ بن بن بنمشي معاها بقى، طب تعملي كذا، طب تعملي كذا، طب تعملي كذا. بالنسبه بقى بعد ما هي تبقى مؤهله بدرجه ما انها تتعامل مع الطفل او تخلص بقدر شويه من الضغوط اللي عليها، نبدا نتكلم بقى ازاي هي تتعدل السلوك بتاع الطفل. فكره الوعي بيفرق برضو، لان الام الواعيه مش ممكن تاذي الطفل مثلا او تتسبب ليه في حاجه زي كده. اسف. ولا يهمك. طيب هناخد اتصال تليفوني. استاذه حنين. استاذه حنين سامعيني؟ ايوه سامع حضرتك. تمام، ممكن تسمعيني بس من التليفون، توطي التلفزيون؟ سامع حضرتك. انا عايزه اشكر حضرتك على الحلقه الجميله قوي دي، وجد الحلقه مفيده جدا واستفدت كتير. حبيبتي ربنا يخليكي، ربنا يخليكي. عندك اي سؤال؟ تمام، شكرا استاذه حنين، شكرا للاتصال. اتفضل. بعد كده بنبدا نشتغل بقى على الطفل، نشوف الحاجات اللي انا هعدل بيها سلوك الطفل ده شكلها ايه. في كذا اسلوب انا ممكن اعدل بيه سلوك الطفل. وبرضه لو هنتكلم على انها تعدل مساله التركيز بتاع الانتباه عند الطفل، الحاجات اللي بنشتغل بيها في تعديل السلوك مثلا حاجه زي الوقت المستقطع، ده اسم الفنيه او الاستراتيجيه اللي بنشتغل الوقت بيها. المستقطع. الوقت المستقطع. الوقت المستقطع دي اساسا تم تحريفها اساسا وبقى اسمها النوتي كورنر او النوتي تشير. والله. بس هو يعني اتحرفت بشكل مؤذي قوي. الوقت المستقطع ده المفروض ان انا هيبقى عندي مكان لما اتضايق، انا نفسي قبل ابني او قبل بنتي، انا هقول مثلا سيبني شويه، انا هقعد هنا اهدى شويه وبعدين نرجع نتكلم. اللي هو تايم اوت، وقت مستقطع. انت كمان لما تبقى متضايق او لما تبقى عامل سلوك مش كويس، لو سمحت السلوك المنفعل ده هتروح تقعد في المكان ده كملي لحد ما تهدى. التحريف بتاعها بقى كنوتي كورنر، اللي هو انا بوصم الطفل انت نوتي، انت هتقعد هنا لان انت سلوكك وحش، انت نوتي. والنوتي تشير نفس الكلام. فهم بوظوا اساسا الفنيه. انا بالزبط. دلوقتي بحط الطفل في، يعني انا مش بعدل سلوكه، لا ده انا بوصمه، انا بعامله على انه في مشكله ولازم تتعاقب طول الوقت. ده لا، انت 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 نوتي. انت وحش. ايوه. انت هتقعد هنا علشان انت وحش، مش علشان تهدي اعصابك او عشان تهدى. فهو تم تحريف الموضوع بتاع الوقت المستقطع ده. في كذا فنيه بقى ممكن نتعامل معاها. تمام، خلينا نعرف النقاط دي بس بعد الفاصل. فاصل سريع وراجعين تاني. ورجعنا تاني من الفاصل ولسه مكملين في موضوع حلقتنا عن اضطراب الـ ADHD. وزي ما شفنا قبل ما نطلع الفاصل ان كنا بنتكلم في نقاط سريعه، وهنقول دلوقتي كده روشتة للامهات ازاي يتعاملوا مع اطفالهم لو حتى شاكين لسه انه هل عندهم فرط حركه او مزعجين زياده عن اللزوم او الى اخره.
بس تخلونا نرحب تاني بالضيفة الجميلة اللي منوراني في الحلقة، دكتورة هينار عادل، مدرس مساعد كلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة وعضو البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة. أهلا بحضرتك مرة تانية. أهلا بيك يا أستاذة منى. عايزين روشتة سريعة للأمهات، لأنه إحنا كأمهات للأسف عايزين الخلاصة. عايزين نجيب من الآخر، اتعامل مع ابني ازاي لو شايفه ان هو شقي زياده عن اللزوم، عنده فرط حركه، لسه ما وظفتش او لسه ما قلتش تحديدا او ما رحتش متخصص وقلت ان هو عنده ADHD، اتعامل معاه ازاي في اجازه؟ اول حاجه الاطفال كلهم عامه بيبقى صعب نسيطر على تصرفاتهم في معظم الاحيان، فالمفروض الامهات تبقى هاديه. صحيح حواليك ضغوط وصحيح كده، بس تحاول، يعني انا يعني ساعه لما الاقي طفلي عمل حاجه مشكله انا ممكن اوقف نفسي شويه كده، انا هعمل ايه؟ هزعله؟ هضربه؟ هعمل ايه؟ لا، طب ما هو ايه طبيعه بقى الحاجه اللي هو عملها دي؟ يعني كسر كوبايه، طب الكوبايه ولا نفسيه ابني؟ يعني اكيد نفسيه ابني. فانا احاول ابقى هاديه، حتى لو انا دلوقتي مش قادره ابقى اهدى شويه وهنتكلم. تمام. العقاب او كده ممكن ان انا مثلا، طيب هو للاسف وقت الحلقه خلص. انا كلام مع حضرتك ممتع جدا، وكلام عن الموضوع بجد ممتع جدا جدا جدا، يعني حتى انا شايفه التفاعل من الماميز حلو قوي قوي قوي، فاكيد لينا استكمال ان شاء الله للموضوع. كنت مستمتعه جدا مع حضرتك. انا استمتعت جدا. بشكرك جدا جدا جدا. كانت معايا دكتوره هينار عادل، مدرس مساعد كليه الدراسات العليا للتربيه وجامعه القاهره وعضو البرنامج الرئاسي لتاهيل الشباب للقياده. بشكركم واستنونا في حلقه جديده. كنت معكم منى مصطفى.